الحقيقة احنا حلمنا هنا من سنة تقريبا ان احنا نطرق باب ابواب قلعة الاهلي وهو الاهلي. فامر طبيعي اي نشاط بيزداد قوة بممارسة او بدخوله ابواب النادي الاهلي، وبالفعل صوتنا كان مسموع وبدأ التنسيق مع لجنة الطفل برئاسة الدكتورة نداء داود، وطبعا استاذ وليد مبروك واستاذة سهى ابراهيم في اللجان العليا. طب المدخل للاهلي لازم يكون مختلف، ولعبتنا بتساعدنا، يمكن اتكلمنا قبل كده وهنتكلم تاني النهارده اللي سمعونا اول مره، احنا بنمارس الملاحه في اطارين، اطار تنافسي وهو الموجود والمدشن في مصر بقاله 5 سنين، ولكن هناك النشاط الترويحي او الاطار الترويحي والتفاعلي والاجتماعي اللي هو ازاي اللي كل افراد الاسره يشاركوا في فريق واحد. حضرتك انا او انت او اي من اولياء الامور، ابنه بيلعب سباحه، خلاص ابني في حمام السباحه انا بره، ابني بيلعب جمباز هو على البساط انا بره، كوره هو في الملعب انا بره. لكن اللعبه الوحيده حتى تاريخه في مصر الاسره جماعها تشارك مع بعض، تشارك فيها في فريق واحد، هي الملاحه. الاب والام والابناء والجد، هي رياضه الجد والحفيد. وبالفعل نجحنا ان احنا حطينا مخطط لثلاث مهرجانات ترويجيه للعبه في الثلاث فروع. الاول كان في اهلي الجزيره، كان بمشاركه من 15 ل 20 اسره تقريبا، بمعدلات او متوسط مشاركه من 80 ل 100 مشارك ومشاركه من مختلف المراحل السنيه. المهرجان الثاني او الجوله الثانيه كانت في اهلي زايد، والحقيقه لقينا اقبال، الموضوع بدا يسمع، وصلنا لحوالي 45 اسره بمعدلات مشاركه من 120 ل 150 مشارك ومشاركه. الجوله الثالثه ان شاء الله وليست الاخيره، اهلي مدينه نصر، وانا بدعو كل اهلاويه مدينه نصر يقابلونا يوم الجمعه اللي جاي في النادي الاهلي فرع مدينه نصر، المهرجان الترويجي الثالث للملاحه الرياضيه في حدود الساعه 5 مساء. ونتعشى من الاقبال يكون اكتر واكتر. اللي هنتوج ده كله بقول لهم سارعوا بقى بالتسجيل في اداره العلاقات العامه، بطوله النادي الاهلي المفتوحه الاولى للملاحه الرياضيه، وهي البطوله الاولى في مصر للاسره المصريه. احنا في البطوله دي مش هنسجل افراد، هنسجل اسر. حلو قوي ده، يبقى في تنافس بين العيله، اصلا بتقرب افراد العيله مع بعض، وفي نفس الوقت يعني اللحظات بقى الفوز والكواليس وغيره بتبقى حلوه جدا، والتنافس اصلا دي حقيقه، ودي حاجه احنا بنفتقدها حقيقه في ظل التصارع في السوشيال ميديا والتقنيات الحديثه، بنفتقدها في بيوتنا. احنا عايزين نلتقي في نشاط يكون محبب لنا كلنا، فحظنا حلو ان احنا لعبه فعلا، يمكن زي ما سيادتك شفتي في التقرير، من الجد للحفيد، صح، آه بيمارسوها وبيحبوها، وقدرنا ان احنا نوفر لهم عناصر الجذب اللازمه. حلو جدا.